شو بدهم يدوروا؟ سألوني عن العبيد أبو شهاب. إيه شو قلت له؟ قلت له ما بعرف، راح على حلب يزوجها مع قرايبينه ولهلا ما رجع الحارة. غريبة، شو بده منه؟ والله ما عرفت، بس قولتك مو لازم نخبر أبو قاسم؟ معلوم. وين لاقيه؟ أكيد بالمضافة. أهلين عيوني يا فهد. أهلين حبيب قلبي. أهلين عيوني. بعيد الشر عنك، ان شاء الله بتقبري هداك يا امي. شلونك يا عمو؟ مشتقت لك. خير الله. شو وين الاولاد؟ عم سلطن ام سعيد يا عمو. يبعت لي حمى على الحظ، كان ناطف قلبي عليهم. بعيد الشر عنك، فوتي يا عمو، فوتي ارتاحي. ابي عصام، عصام مور يا ابي. ابي الله يرضى عليك، تريك من ايدك والبس اوعيك وتعال لنا، عاوزك يلا. في امرك. يلا يرضى عليك. أماك عن صارك سعيد بالبيت. إيه؟ روح أبي سلم عليها وشوفها وطمن عليها. شو بس كان بدها شي ماشي، عرفت شلون؟ رجع خبرني. إيه أمرك يا أبي، بس يا ريت كمل له حلقة لأبو حمود. إيه أبي أنا. إيه يلا السلام. نعيم أنا محمود. الله ينعم عليك. شفتوا أبوكم شو سوا بالحارة؟ بعدنا وشرشحنا قدام كل الناس. آخ والله ما بعرف شو بدي أحكي يا مو. شو بدك تحكي؟ زاتاً أنت وأبوك تبهدلتوا بالحارة. وليش هالحكي يا مو؟ ليش طلقتها للطفية؟ ليش هيك سويت فيها؟ لطفية راحت قالت لأمها، وأمها أخذتها. خلاص يا عيب الشوم عليك وعليه، علمك ما هيك؟ أصلاً أنت طالع بتشبهه. ليككم أنتوا اثنين طلقتوا، هو راح يتجوز مرت الحمصاني، وأنت الله أعلم بكرة مين بدك تاخد. شو عم تقولي يا مو؟ شو هالحكي هذا يا مو؟ بعدين أبي بده يتجوز مرت الحمصاني؟ قال مرت الحمصاني قال.